تراوحت الاسعار بين الخمسين والستين والسبعين دينارا فما فوق لاحذيه وملابس الصغار اسعار بدت للتاجر معقوله لكن ماذا يفعل المستهلك ابو العائله حيال هذه النفقات والمعضله انه مضطر لشراء حاجيات العيد مهما ارتفعت اسعارها لا صار انت والنوعيه نتاع نوعيه السلعه معناتها كل قليل وقليل وكل واحد يجي يشري مثلا مقدار انت ويجيبك معناتها تجي تاخذ حتى حاجه متوسطه ما في معقول معناتها سوم معقول معناتها لا صار ديما متناوله ثم انت والكاليتي كي تحب تاخذ كاليتي مزيانه تخدم حاجه حلوه يكون السوم اغلى شويه ما اذا تحب حاجه عاديه و كل شيء ينسى الاسواق متناوله. الاسعار برزم في المتناول ما تقولش هيك الاسعار الغاليه بالعكس في المتناول حاجه عاديه. اللي يحب يشري يشري ينجم يشري فما فما الغالي وفما الرخيص وفما المتوسط المتوسط والكل قدير وقدره. اسعار معقوله على الاخر بالنسبه لي انا انا نشوف اللي اسعار معقوله ياسر معقوله في متناول الجميع وكل انسان يقدر القد فليسات اللي في جيبه ويشري. تخفيضات لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 15% عند الدفع قرار اتخذته وزارة التجارة بعد تأجيل موسم التخفيضات الصيفية إلى غاية 15 أوت وكان هذا القرار محل خلافا فهناك من رحب بتأخير موسم السولت وهناك من فضل تزامنه مع فترة العيد والتي تتزامن مع العودة المدرسية ولا خ... علاش حابين البريمي خاطر الاغلبيه بتاع التجار حبوا البريمي والاقليه حبوا كنز آه وهذا بطبيعه الحال يخدم مصلحه معناها المستهلك بدرجه اولى على خاطر جاي متزامن مع عيد الفطر معناها و... والعوده المدرسيه بطبيعه الحال الا انه معناها مؤخرا الوقفه الاحتجاجيه اللي حبوا معناها يعملوها آه تجار جهه سفيقس بطبيعه الحال خلت السيد وزير يتراجع معناها ويقرر معناها لل... تاخير موعد التخفيض هذا معناها يبدا من 15 اوت وسمح معناها بتخفيضات في مستوى معناها من 10% ل 15% في فتره معناها العيد عيد الفطر والله انا بالنسبه لي, يمكن يكون قبل العيد احسن بالنسبه للخدمه في العيد مش تكون بالطبيعه مش خدمه تنمو قويه خاطر معروف مصروف شهر رمضان وكل شيء دونك المواطن مش يتلز يخلي للسولد يكون ارفق وكل شيء معناتها احنا كتجار مش نخدموا كي الخدمه مزيانه برشا في في العيد دونك نتصور يكون السولد قبل العيد خير وين نتصور بيسك لعبت كل باش تشري للعيد دونك يساعدهم قبل العيد يشري يعني في السولد ما نعرفش هما قالوا اخروها بارامون ولا <applause> نورمالمون لو كانس كاين اي نتصور قبل العيد باش يكون خير بيان سور. عملنا لنفسنا معناتها تجربناها التجربه عملناها مثلا صار معناتها السولد يوم 15 اوت قبل العيد معناتها باسبوع وكل شيء والحمد لله كان معناتها الموسم ناجح وهذاك هو معناتها السولد يتسمى الفتره الاخيره بالنسبه للموسم تاع الصيف. بطبيعتنا احنا اه سولد جي لو 15 دونك باش نحاولوا نعملوا شويه غميزه على كاس وان شاء الله ربي يجيب القسم. اما احنا نطالبوا باش يعيشكم السولد نحبوها ديما بعد ما نخدموا وفي الاخر كي تفضلنا كونتيتي نتاع سلعه واحنا نعملوا السولد اما مش سلعه جديده وتمشي بوريا ما قالش به ربي اختلفت الاراء وتشابكت المواقف وظهر التباين فهناك من رجح ان نسبه نجاح السولد قبل العيد ربما تصل الى 80% او 100% لاقبال المستهلك على شراء حاجيات العيد كما أن هذه التخفيضات ستخدم مصلحة المواطن بدرجة أولى ومصلحة التاجر بدرجة ثانية وازدهار الحركة التجارية والاقتصادية بدرجة ثالثة خاصة أن فترة ما بعد العيد ستكون فيها الطاقة الشرائية للتونسي محدودة جدا بطبيعة الحال نسبة النجاح الصالد كان من الأحسن أن يبدأ البرمي مش يحقق نسبة نجاح هاي برشا علاش على خطر التاجر التاجر مرتبط بالشهرية بتاع المستهلك والشهرية بتاع المستهلك الشهر هذا شهر جويلية إذا كان التاجر معناها يعني ما ما يجيش المستهلك في الفترة اللي هي لو كانز أوت علاش؟ خاطر ما عنده شهرية الشهرية تبدا في شهر أوت معناها آخر شهر أوت يعني مثلا 23 25 كنت ماشي فهمتي ولا وبالتالي هذه فرصته هو مش يخدم زوز مواسم في موسم فهمتني ولا يخدم موسم العوده المدرسيه ويخدم موسم العيد ويخدم الصوت كما يجب بنسبه نجاح ايجابيه نسبه نجاح نقول لك انا معناها يكون 80 90% فهمت سير هو سير مش ينجح 100% جو سوي سير حيت لعبه تقول لك فرد المره فرصه من نأخذ باش العيد من وين باش العيد نخليهم للصغار يقعد لهم للونتري كل شيء بعد العيد نعرف يمكن نسبه مش نحكي خمسين بالمية باش ما نكونش متناقضة من العباد من العباد واجدة فهمت أيام قليلة تفصلنا عن مناسبة عيد الفطر لكن لا تلاحظوا لا بيع ولا شراء تجار ينتظرون الزائرين أمام محلاتهم حركة شبه معدومة والتاجر يتذمر حيث عبر أغلب التجار عن معاناتهم من الظروف الاقتصادية الحالية وما سببته لهم من كساد معتبرين أن العيد فرصتهم الوحيدة للانتعاش لذلك رفضوا تقديم موسم السولت وتأجيله إلى غاية شهر سبتمبر احنا هوني باش ناكلوا كبوت حتى باش نعملوا سولد احنا ساعة باكلين كبوت طوعا عندنا 3 4 ما نبيعوش وما نخدموش علاش على خاطر العبيد الكل في بالها بالسولد انا يدخلوا لي هنا الكليونيت وقتاش السولد عندكم شي رميزة لا كاس اه وقتاش حدا تقول لهم عامله رميزة لا كاس 20% يقولوا لي لا شويه نستناو السولد ونقضيو فهمت دونك مشكله بعد العيد ما احناش باش نخدموا راهو الناس الكل مش تسافر وباش تخرج احنا كن احنا نتحرموا نشدوا حوانتنا باش نخدموا سولت في الصيف مش عام ومش اثنين تو قداش من عام كيف كيف ما يهبطوا يشريوا كاش في سبتمبر ولو كان جا سولت جا لو بروميي سبتمبر 30 اوت كان تكون الحركية أحسن حتى ترجع لعبة لكليك ولعبت كل تشي وتحب تقضي بالعودة المدرسية تحب تعمل أما توا ما تلقى حتى إنسان الناس في البحورة وإحنا في الحوان قاعدين نستنى فيهم وما ثمش بيوع مش صحيح في الصيف ما ثمش بيوع سولد الشتاخي من الصيف مازلنا ما خدمناش مازلت السلعه كون في الكوليكسيون ديجا فما سلعة مازلت ما جات الجملة نستناو فيها أكيد دي ساعدنا بعد العيد على الاقل واحد يخدم ديجا هي البريود هذه كلها راكحه بالباهي من قبل حتى سيدي رمضان قبل سيدي رمضان راكحه وديجا توا راكحه بالباهي ما حناش قادرين نخدموا وماذا بينا ماذا بينا بعد العيد أسعار اختلفت ارقامها حيث بدت لبعض الناظرين على الواجهات البلوريه مرتفعه وللبعض الاخر اسعار في المتناول وهناك من اقتنى ثياب العيد بالاثمان الموجوده لقله ايمانه بالتخفيضات حيث تذمر عدد من المواطنين من اساليب الغش والتحايل المتبعه من قبل اصحاب المحلات اثناء فتره الصلب وفي المقابل هناك من ينتظره بفارغ الصبر ويعتبره فرصه سانحه للتبضع باقل الاسوام ولاحسن الماركات لسويم فيها وعليها فما دي بوتيك فيهم اسويم سافار خاص شويه فما فما دي بوتيك فريمون لي غاليين وماهمش في, وما في المتناول يعني نتصور فما فما هكا وهكا واحد لازم يدور بالبيه ويختار ويشوف شنو هو يساعدو غاليه برشا ما فماش صولد انا بالنسبه لي لي ياسر لي بري غاليه ثم الحاجه السمحه مزيانه تستاهل مثلا بتيت غاب قد البنايه هذه 60 دينار سافا معنتها بيا. الحق انا يعني جي رماركي لي فما دي زارتيكل تلقاهم قبل السولت اكسبوزي ومن بعد ما تلقاهمش تلقى دوت ارتيكل يعني تلقى كان الكاملوت الحق في لي بوتيك اللي انت قمرت فيهم حاجات قبل تقول بيتيت خيتيحو في السولد الوغ كو ما تيحوش ما وين يمشي ويخبيهم بيتيت ولا انا هكا شنقول يعني حسب ما بس بيسك عمل دورا شفت اما فما دي بوتيك يعملوا يعملوا سولد فما تلقى لي ميم كل سولدي ساعه تلقاهم مش سولدي ساعه يحط عليهم نوفيل كوليكسيون يعني جمله واحده كنت انا كنت نستنى في السولد ما كي قالوا لو كان سؤوت كنت باش نزيد نشري ما سي تو بطلت كي قالوا لو كان سؤوت جايز جدا نجم يكون لكن احنا معناها بحكم خدمتنا في المجال هذا كل فتره تاع تخفيض دوري قبل بشهر وشهرين نعملوا رفع اسعار للمنتوجات فهمتني هذه وبعدين وقت يجي اي تاجر يقدم مطلب التخفيض الدوري احنا نعملوا عمليه مقارنه بالاسعار اللي تم رفعها والاسعار اللي تم تقديمها معناها لغايه بغايه معناها التخفيض فيها اذا كان لاحظنا ثم تجاوز او ثم تلاعب فهمتني او ثم تخفيض وهمي بتبات حالا تاخذوا اجراءاتنا قانونيه في المجال رغم ما قررته وزاره الصناعه والتجاره الا ان هذا لم يخفف من معاناه التاجر والمستهلك تاجر يشكو كسادا لبضاعته ومستهلك بين سندان غلاء الاسعار ومطرقه العيد